كان في الجاهلية سكيرا يحب اللهو ويتردد على يثرب، حيث كان يوفر له أصدقاؤه من يهودها مجالس المتعة والسمر. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه خوفا من أن يحرم مجالس الخمر والسمر والقيان، ولكنه كان معجبا بتعاليم الإسلام. فلما خرجت قبيلته غطفان في سرية لمحاربة المسلمين، خرج معهم مكرها وأبى أن يقاتل رسول الله. وفي أرض المعركة تسلل نعيم بن مسعود من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى إلى رسول الله، فلما رآه ماثلا أمامه قال: نعيم بن مسعود. رد نعيم متعجبا: نعم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبد الله ورسوله، وأن ما جئت به هو الحق. وسرعان ما صار نعيم بن مسعود مقربا من النبي يكلفه بمهام استخباراتية صعبة. أخفى إسلامه عن الناس كي يكون عينا للمسلمين وسط أعدائهم الكثيرين. ومن مواقفه مع الرسول بعد إسلامه ما فعله في غزوة الخندق. تحالف المشركون مع القبائل اليهودية وحاصروا المدينة المنورة، لكنهم لم يستطيعوا دخولها بعد أن حفر المسلمون خندقا عظيما حولها. سعى اليهود والمشركون لاستمالة يهود بني قريظة كي يفتحوا لهم حصنهم ليدخلوا المدينة المنورة. فاقترح نعيم بن مسعود على رسول الله أن يأذن له لإحباط المؤامرة، وذهب إلى بني قريظة الذين كان نديما لهم في الجاهلية وقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم. قالوا: صدقت. قال: إن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، فالبلد بلدكم، بها أموالكم وأولادكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، فلا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وأنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكم إياه نصحا لكم، فاكتموه علي. قالوا: نفعل. قال: إن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وأرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجلا من أشرافهم فنعطيك إياهم كي تضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم؟ فوافق على ذلك. فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهنا منكم من رجالكم فلا تفعلوا. وعندما التقى سادة قريش بأعيان بني قريظة أخبروهم بأنهم يريدون رهنا من أشرافهم، فقال قادة جيش المشركين: والله لقد حدثكم نعيم بن مسعود بحق. وأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا.
فقالت بنو قريظة حين بلغهم ذلك: إن الذي ذكره لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك عادوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش: إن والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. وبذلك نجحت حيلة نعيم بن مسعود، ودب الشقاق بين اليهود والمشركين الذين عادوا إلى ديارهم خائبين.